soon. حلت مراكبي ورفعت للعشق رايح. يا مصر حلت مراكبي ورفعت للعشق رايح. نيلك ده جاري في ركبي لاجلك عشقت الجراية. يا مصر حلت مراكبي ورفعت للعشق راية. يا مصر حلت مراكبي ورفعت للعشق راية. داني الجاري في ركبي لاجلك عشقت الجناية. يا ليلي يا عيني يا عيني يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا عيني يا عيني يا ليلي يا ليلي. سمر مصر وفرح مصر وعشق مصر جاجا كتير وقال جاجا. هنقول يعني ايه جاجا؟ اقول جاجا عليك يا ابونية سودة. جاجا كتير وقال عليك يا ابونية سودة. يا مصر يا ام الرجال النيل هتشد عودة. يا سلام. لا مش ممكن. تاني تاني. جاجا كتير وقال ايوه عليك يا ابونية سودة. نعم. يا مصر يم الرجال النيل هتشد عودة يا خليفة. صحيح, صحيح. النيل هتشد عودة يا خليفة. اصحى معايا يا واد. اصحى يا واد. اصحى يا خليفة. اصحى يا خليفة. استاذ صفوت بيقول جاجا كتير. جاجا جاجا يعني ايه؟ انتوا عارفين الغراب لما يوقف في البيت ويجاجي فالغراب ده فأل سوء على زمان كانوا يتشائموا بالطيور بالغراب وبالبومة. فكلمة جاجا هنا معناها صوت الغراب لما يجاجي صوت الغراب. الحقيقة مصر وحب مصر وأبناء مصر احنا أنا بقول يا مصر دارك دي داري. يا مصر دارك دي داري أحمي حماها بسيفي. يا مصر دارك دي داري أحمي حماها بسيفي. يا مصر أنا وحش داري أزرع ربيعك بصيفي. اسم الله اسم الله. يعني تزرع الربيع بالصيف بتاعنا ده. بالصيف بتاعها. بالصيف. فبتعرف انا قلت لها ايه؟ نعم. قلت في مصر ايه وفي عشقها يا حاج عبد الستار؟ نعم. قلت لها دواكي يشفي العليل. ايوه. شوف احنا قاعدين ايه؟ نعم. في الهواء الحلو رغم درجة الحرارة. نعم. وفي عز الشمس. بقول لها دواكي يشفي العليل يا مصر. نعم. ورملك تتحدى طوبة. دواكي يشفي العليل وشمسك تتحدى طوبة. نعم. هنا يعني ايه في سفاجة والبحر الاحمر. نعم. وبعض المناطق في مصر الرمل بتاعها للاستشفاء الرطوبة ودائما للعلاج. نعم. فبقول لها ده هواك يشفي العليل. وشمسك تتعدى طوبة. وهبك نعمة بدليل. نعم. رملك يشفي الرطوبة. يعني بنقول يا اولاد بلدنا يا كمال. بسم الله. يا أولاد بلدنا يا كمل
يا ولاد بلدنا يا كمال، عالنار فؤادي مشالكم. يا ولاد بلدنا يا كمال، عالنار فؤادي مشالكم، وان يوم غبيطها بكم مال، وان يوم غبيطها بكم مال، على كتفي حطوا مشالكم. لا عايز غبيط هذا، عايزه تفكري. فك يا حاج عبد الستار. نعم، ال 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 الغبيط هو اللي كان يتحط عليه الجمل، اللي هو الشاغل بيسموه، اللي يتحمل عليه الجمل. نعم. الغبيط اصلي فيه غبيط. نعم. اللي هو بتاع القيدي. نعم ده صحيح، بتاع القيدي. نلتقي معكم في صباح الخير يا مصر، وحلقه من فن الواو.